الحمد لله رفع السماء سبعا بلا عمد ودفق الأراضين مثلهن على ماء الجمد وأرسل الجبال فوقهن لهن وتده أحن علينا من الأم بالولد أنبت الماء من الجلمود أخرج الزهر والثمر من يابس العود وهو الغفور الودود خرج موسى خائفا فعاد وهو الكريم وذهب البنون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتيما فكان الفضل بعد الله بذلك اليتيم والصلاة والسلام يتمان أبدا على الحاكم القرشي أحمد خير من رتب القوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليس العوادي وعلى آله وزوجه وصحبه مع محبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين ودحن بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم بقاع الأرض أمطار وتشهد العين فيكم منظرا كأنكم في ظلام الليل أقمار فلا أبعد الله قلبي عن لقائكم يا منه في الحشا والقلب تذكار وعليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وأسكنكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانية فمن علامات المحبة كثرة السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا المجلس إن شاء الله لن يتعدى 20 دقيقة وهذا هو عهدي دائما في كلماتي ألا تكون طويلة فلا يملها ملول أو يستثقلها مشغول أو يذهل عنها طالب علم عقول وخير الكلام ما قل ودل ولأن الكلام كثرته ينسي بعضها بعضا واخترنا سفرا مباركا نتدارسه معا أيها الكرام الفضلاء وهو يعرف اختصارا بكتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة. لماذا الأذكار؟ لماذا لم نختر إلا كتاب الأذكار؟ لماذا لم نختر كتابا آخر؟ للأسباب التالية: أولا لأن الله تبارك وتعالى امتدح عباده الذاكرين وجعل لهم أجورا عظيمة. تأمل اسمع قول ربنا عز وجل وينادي على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تأمل ابن مسعود ماذا يقول ابن مسعود؟ تعرفون ابن مسعود هذا ساقه في الميزان في الصحيح أدخل منه أحد. تعرفون الدبة والزريشة وأوزان تحت الملاكمة هذه؟ ها؟ ابن مسعود كان لا يزن 50 كيلو جرام ما يزن 50 كيلو جرام لكنه أوتي إيمانا كالجبال يزن أمة. النبي عليه الصلاة والسلام في المسند قال له إنك غلام وفي رواية غليم معلم. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في طرقات مكة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فوجد ابن مسعود يرعى ايش؟ كان يرعى الغنم لعقبة ابن ابي معيط وغيره من صناديد مكة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له عندك غنم كده عشراء يعني فيها ايش؟ لبن. قال لا يا رسول الله ما كان يعرفه. قال انا مؤتمن حط 50,000 خط تحتها هذه. قال له انا مؤتمن. قال ان صاحب الغنم ما يشوفك مدير الحسابات صاحب البقال اللي انت شغال فيها صاحب السوبر ماركت صاحب المصنع هو ما شايفك يا غافل لك الله. قال لكن رب صاحب الغنم يراني انا وين اروح منه. قال طيب
هل عندك شات لم ينزل فحل عليها؟ خلنا من الشات العشراء الحامل، نبغى شات ما ينزل فحل. قال فجيء بشات عشفاء، يعني شاة نحيلة يا دودش تمشي. طبعا هنا نحن نبغى نستطرد ونقف وقفة. طبعا احنا درسنا ليس درسا منهجيا، يعني نستطرد ونروح ونيجي حتى لا نمل لكم، ونأتي من أقوال العرب ونحمض لكم من المجالس مما يعني يستفيد منه عامة الناس. سهل يعني ما عندنا تعقيدات. الله عز وجل يقول إيش؟ وما فيك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني إيش أهش بها على غنمي؟ مو يعني أسوق بها الغنم أقول له هش هش كده زي عنده قطة ولا عنده دجاج، لا، أهش بها على غنمي يعني أهش الشجرة فأخبط ورقه فيتساقط فتأكل منه الغنم. قاله ابن جرير في التفسير، كلام ده مو جديد، ابن جرير قبل 1200 سنة ذكره في تفسيره شيخ المفسرين. عارفين يعني أهش بها على غنمي؟ يعني يصير هو مهنة الراعي، يكون مع عصاية يخبط أوراق الشجرة تقول تنزل تقول يأكل إيش، هذا معنى أهش بها على غنمي. قال عندك غنم لم ينزل فحل علي؟ قال فجئت بغنمة عشفاء لا تكاد تمشي. قال فمسح النبي على ضرعها عليه الصلاة والسلام فصارت حفلا. ما بس الله أكبر. قال فحلب أو بكر وملأ الإناء فشرب. قال فشرب النبي حتى رضي. كأن أنا اللي شرب، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لذلك يا إخواني إحنا بنصلي نغمات الجوال دخلها جرس ونخوض عادي، حتى لا ممكن أنسى وأنسى جرس الجوال، لكن ما يكون أغنية ما يرضى عليه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود والله إنه الغنى يثبت النفاق في القلب. قال ابن القيم وقرآن الرحمن ومزمار الشيطان في قلب امرئ أبدا لا يسمعان. وحنا داخلين على رمضان قريب قبل 60 يوم الله يبلغنا وإياكم، من الآن دورة تدريبية. قال أحد السلف كما نقل ابن غضب الحنبلي في جامع علوم الحكم، قال رجب شهر البزر و شعبان شهر الغيث ورمضان شهر ايش؟ الحصاد. فمن لم يبذر في رجب ولم يستسق في شعبان ضاع عليه الحصاد، ما يشعر بلذة رمضان الا لما يقول بكره ايش؟ العيد. لا، من الان دوره تدريبيه. اسعدكم الله ايها الوجوه المباركه، الله يجمعنا في الجنه انه على كل شيء قدير. الدنيا هذه دار فناء، وعجب الانسان يعمر فيها ويترك دار البقاء. واعمل لدار رضوان خازنها الجار احمد والديان ناسيها المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها ليس دارا للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير خاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها. يقول لك يا اخي عايزين نكون مستقبلنا، الدنيا بتفوت قبل تكون مستقبلك، وانا اقول يجيك ملك الموت يقبض روحك قبل ما تكون مستقبلك. يبقى اعمل للمستقبل ايش؟ الباقي هناك. طيب يقول يا شيخ يعني سيب الدنيا، انت ما تسيبها، لو قلت لك سيبها اصلا مانك سايبها، انت اصلا مانك سايبها. فلا تضحك على نفسك وتضحك علي، جزاك الله خير. يقول لك ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكمل الايه واحسن كما هذا اللي بنحكي عليه. جايبين تك 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 تك، النغمه هذه ابغضها بغضا في الله غير عادي، نغمه مزعجه سبحان الله. يعني لو عندك تركيز تطير لك التركيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكثير من الناس يحبونها حطها في الجوال، تخليها جرس ونقول. فلما صارت حفلا ايها الكرام الفضلاء، ابن مسعود
قال وبعدين النبي بعد ما شرب فقرأ عليها ومسح وبرك عليها فرجعت ايش فقلقت قال علمني هذا. انا مرات بكون عطشان في الصحراء وبدل ما اخذ من الغنم اللي انا فيه مؤتمن يقول لك يا رجال ان شفطناك ومشي حالك ما الحكومه وربي يدومه هو حد شايفنا يا ولد. والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. خلق من عين الرقيب يكفي عين الله عز وجل وعين الله لم تنم. قال له انك غليم معلم بكره حتكون انت من اعلى منك الملك عجل. فيكون من اول عشر اكلم رضي الله عنه وارضاه لما نزلت الرساله على النبي عليه الصلاه والسلام. ابن مسعود يقول يا عبد الله يا ايها الناس اذا سمعتم يا ايها الذين امنوا فرعه سمعك فاما خير تدل عليه او شر تحذر منه. وعدد نداءات الايمان في القران من الرحمن 90 نداء اولها يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم سوره البقره. واخرها يا ايها الذين امنوا توبوا الله توبوا الى الله توبه نصوحا سوره التحريم. ومن امتع ما كتب في هذا نداءات الرحمن لاهل الايمان للشيخ بكر الجزائري شفاه الله وعافاه. كتاب كتيب جميل ثلث هذا الكتاب مجلد صغير لكن جميل ومافع كل نداء صفحتين ثلاثه نشتريه نقرأ على جماعه اهلنا في البيت على الناس يستفيد الناس منه. وربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله اكبر مو ذكر قليل ذكر كثير. وسبحوه بكره واصيلا لاذكار الصباح واذكار المساء. طيب ايش الفوائد يا رب؟ هو الذي يصلي عليكم. الله يا الله الله يصلي علي لا اكثر من ذلك. يقول الباري عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ الله جعلنا من هؤلاء ذكرته في ملأ خير منه. اذا كان هذا ملأ البشر فالله يذكرك في ملأ ايش الملائكة المقربين في السماوات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تأط. عارف يعني أطت؟ الأطيط هو صوت خف البعير المحمل الموقر في الصحراء يعني ناد السماء وحق لها أن تأط. فلا من موضع أصبعين إلا فيه. شوف موضع أصبعين كم سنتيمتر ولا شيء إلا ملك رافع قائم ساجد. الله أكبر سبحان الله. الملائكة هذول منهم خزر منهم حملة العرش. قال النبي في الصحيح عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 50,000 سنة وفي رواية 500 سنة يعني 4 أصابع من ودانة لحد العاتق إلى كم صدر. هذه شوف مسيرة 500 سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة لما تعدون. ألف سنة عن قصية الذكر يا إخواني. هو الذي يصلي عليكم صلاة الله رحمة لك وملائكته يدعونك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. الله أنت ماشي هنا والملائكة فوق تستغفر لك. مو أفضل من الأغاني يا إخواني؟ مو أفضل من جندنا وطنطنا وبمبنا ورحنا وجينا؟ وإلا تنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق. اغرق لوحدك الله يرضى عليك شكرا منك يا حبيبي. حب البرص 7 فرق اغرق لي ونمشي. اغرق أنت لوحدك ولا يما الأمر على الباب أطلع أناديله. لا لا اقعد في البيت تحجب ما تناديلوش. تناديله مين الله يرضى عليك؟ ممنوع.
ولا واحد يقول لك المعبود ده أعوذ بالله، احنا ما نعبد إلا إله واحد يا حبيبي، تعبد مين؟ يعبد حبيبك الله ينجينا وإياكم. والثاني يقول لك إيش؟ بصرت ونجمت كثيرا. بيعلموك الشرك في الأغاني وأنت مش داري، وتقول لك قارئة الفنجان دي أحسن أغنية غناها العندليب الأسود. يا ابني ده شرك، افهم هذا شرك ولا يجوز. بصرت ونجمت كثيرا ومن أخذ شعبة من النجوم فقد أخذ شعبة من إيه؟ من الشرك والعياذ بالله. وطريقك مسدود يا ولدي، ليه تطلعت الغيب؟ عرفت أن طريقك مسدود؟ أعوذ بالله من غضب الله. ويقول لك جئت لأعلم من أين ولكني أتيت. مؤلف القصيدة هذه اسمه ينقض الوضوء، بس هو أقول يعني مجازا وليس حقيقة. اسمه إيليا أبي ماضي. عارف إيه معنى إيليا في اللغة العربية؟ أهو ده اسمه، اسمها الصلاة. كان يعيش مقتلا من النصراني. أما أنا وأنت مسلم عارفين من فين جينا وفين رايحين، من غير ليه؟ لا فيش حتى من غيرنا، الله يرضى عليك. إحنا عارفين كل حاجة. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال أحد السلف: قالوا الحمص غليت. قال بين ترددات، قالوا الحمص غليت. قال والله غليت ولا رخصت ما همني. قالوا كيف هذا؟ قال: إني أعبد الله كما أمرني فيرزقني كما وعدني. ناس فهم القرآن تقرأه من هنا وليس من يقرأه بقلوبهم قبل ألسنتهم. فهم معنى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن إن الله هو الرزاق. قال ربنا قال: اعبدني يا عبدي وأنا أتكفل لك برزقك. يعني يا مطوع ما روح نشتغل؟ أنا قلت لك كده بالله، أنا قلت لك هالكلام؟ أنا قلت لك ما تشتغل؟ اشتغل يا حبيبي، اطرق في الأرض اشتغل لما الدنيا كلها، لكن بالحلال. ما تقول لي وقت الصلاة صل يا فلان، يقول لك العمل عبادة. مين روى ده؟ ده روى واحد حرامي. عمل عبادة؟ عبادة مين يا ابني؟ وتلقاه هو هلاج اختلافات على ودنك، ويقول لك العمل عبادة. في الصلاة بس به العمل عبادة، لكن في الأمال اللي تحت يده ما فيش عمل عبادة. على طول إذا كان مندوب مبيعات يروح كده عند التجار يقول له اضرب لي كده حاجة تديني فاتورة أكثر من المبلغ، ايش رايك اجيب لك بالسعر الفلاني؟ طيب القهوة والشاي فين؟ عمرتنا فين؟ القهوة والشاي في القهوة يا حبيبي هناك مش هنا. لا يجوز. اي مال انت رجل موظف في مكان، اي مال تاخذه زيادة من العملاء هو سحت تدخله على نفسك واهلك ومالك وبيتك. انتبه. وفي الصحيح: ما نابت من سحت فالنار اولى به. ثمرات الذكر ايها الكرام المباركون هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله أكبر. أي والله، ظلمة الجهل، ظلمة الغفلة، ظلمة المال الحرام، ظلمة الغيبة، ظلمة النميمة، ظلمة النظر إلى ما حرم الله، ظلمة الجلوس على الأغاني والمسلسلات في اليوتيوب وفي القنوات. بس أنت أدمن ذكر الله عز وجل، خلي الذكر لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله، يلهج لسانك دائما بذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال لك ربنا اذكره تضرع وانت متضرع وخيفا، وايضا انت ايش بينك وبين نفسك مخافتة، ودون الجهر بين المخافتة والجهر بالغدو والآصال. أول النهار الغداء وآخر النهار وقت الأصيل، يعني أذكار الصباح وأذكار ولا تكن من الغافلين. لماذا الأذكار ممكن تبدأ بالذات؟ لكي نقف أيها الكرام الفضلاء على الأذكار المبتدعة التي ينشرها الناس. حنا الآن ما دخل علينا شهر رجب إلا الجيش اللي يقول لك رجب شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر أمتي، حديث الموضوع إسرائيل. والثاني يقول لك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان،
حديث منكر لا يصح. شفت كيف جاتك في الوقت اللئيم ولا لا؟ جاء ابعت له قول له جزاك الله خير غير صحيح. يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين في الضوء اللامع في الخطب الجوامع، خطبة كانت يوم جمعة في هذه المناسبة، قال: ولا يجوز أن ينشر الناس هذا الذكر بينهم لأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ليش احنا نقول كتاب الأذكار تروح من الآن الثاني أو في أقل في سعر أقل أيضا عبارة عن حجم الجيب، وأيضا تقدر تنزل نسخة PDF من الشبكة العنكبوتية. يعني ما عندك حجة الآن، لا حجة لك أبدا في ترك العلم أخي المبارك. ثم أختم لكم في هذه الدقيقة الباقية إن شاء الله أو الزائدة في الترفاين، معلش مباراة طولت شوية. فهذه أقول لكم يا أيها الكرام الفضلاء افهموا هذا جيدا، لم يصح في شهر رجب حديث، ولم يصح في خصوص شهر رجب بعبادة مستقلة. يعني بعض الناس يقول لك في شيء اسمها الرجبية دبيئة كده، لا رجب ولا عتيرة. يقول لك طب صلاة الرغائب، لا. التسابيح، لا. طب عمرة رجب، لا. طب أصوم رجب كله، لا. ولا يخص شهر رجب بعبادة، لكن إذا كان عنده صيام اثنين وخميس ما في مشكلة، ثلاث أيام من كل شهر لا بأس، يوم ويفطر يوم من زمان وجاء على شهر رجب لا مانع، على الصيام قضاء ما في حرج. لكن ينشئ صوما في رجب ما كان يعرف عنه الصوم يظن أن رجب له فضيلة، هذا غير صحيح أبدا أيها الكرام الفضلاء. فيبتعد المسلم عن ذلك تماما، هذا ما تذكر إراده وتهيئ إعداده، وعلى الله على ذكره، فإن كان خيرا صوابا ذاك حكم، وإن كان دون ذلك فمن الشيطان نفسه، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا وأعطيت كل سائل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم إن لنا حاجات وأسئلة لا يعلمها إلا أنت، اللهم اقضها لنا يا رب العالمين، اللهم عجل بقضائها لنا إن كانت خيرا، وإن كانت دون ذلك فاصرفها عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولاة أمرنا بكل خير وأعنهم على كل بر واجمع بهم كلمة الإسلام وأعز به المسلمين. اللهم وصل المسلمين في فلسطين والشام والعراق والصين واليمن وأراكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وفق جنودنا على الثغور، سدد سهامهم ورميهم واكلأهم ورعهم واحفظهم وردهم بنصر وغنيمة، واخلفهم في أهليهم خيرا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا أصل عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم رد ضالنا، اللهم اهد ضالنا ورد غائبنا ورد غربتنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجزء، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاح قبره ورفع ذاكر دعوانا. الحمد لله رب العالمين.